الام 200 تلميذ. بدي احكي عن الصور يلي رح نشوفهم هلا. رح نشوف مجموعه صور لك وكمان بعض الصور ل التلاميذ المشاركين كانوا بالاكسبوزيسيون او المعرض. هل هون اكيد مش صوره عم نشوف، نحن عم نشوف رسمه. بس هون السؤال يعني بيدعينا انه نقول قديش في قاسم مشترك بين الفوتو او الصوره الفوتوغرافيه والالوان المستعمله هون وحتى الرسم الدقيق. يعني في كانه في كوبياج او نقل من الواقع وسقاط الواقع مثل ما هو يعني على التوال. لانه انا دائما هيدي بفسرها لانه هلا عم بشتغل على موضوع اللي هو اسمه لإلي الله خالق. يعني عم ذكر الناس شو الله خلق لنا. ولهيك عم حاول قد ما فيي بين بدقه شو الله خالق، ان كان بالوين ان كان بالديتايات تبع البلوم. هلا هون في الفيل وحياته، هيدي بانتير. دونك عم برجع هلا عم صار لي سنتين عم بشتغل على التيم انيمالي، كل شيء على الحيوانات. واكيد ما في انقل الا من شو الله خلقه مش انا. لهيك عم حاول ارجع اخذ بدقه كل شيء عم شوفه. الصوره اللي شفناها قبل اكيد هي للاتوليه، هي بالمعرض. نعم مع تلاميذي. نعم هون عم نشوف الطيور اسمهم جرو، صح، يلي هن مثال عن الحب. مزبوط. والوفا كمان. والوفا مزبوط. مزبوط. هون ثلاثه، هي السيري اللي عملتها اخر شيء، هي كمان بالاتوليه. هودي تلاميذي في هي مشرفين وحدة هونيك باستيل ساك كارول فلامون. كمان عم نشوف اسلوبين مختلفين. ايه هيدا المهم. المهم وانا هيدا اللي كثير بشدد عليه، ما حدا يشبهني وما حدا يشبه حدا. كل واحد يكون عنده شخصيته بالرسم وبطريقة الإكسبريسيون تبعهم وسورتو ما يوقفوا على اللي وصلوا له. والكومبوزيسيون أو أكيد. التركيبة الأساسية ايه. لكل لوحة هون في إلين قدي وميرنا نادر عملوا ان ترافاي على كل شيء ان بو غريك، البيوت اليونانية. بس هون بنسأل حالنا شغلة، يعني 200 تلميذ لاستاذه وحده، بطبيعه الحال ولا شعوريا بدهم يتاثروا بالاسلوب كونه الاسلوب واحد المعطى لهم. هون قديش بتشتغلي على ناحيه انه ما حدا يتاثر فيي مع انه صعب كثير، خلي كل واحد يجرب يلاقي ستيل له بوقت انه انا عم بعطيكم كلكم نفس الشيء وكلكم عم انطلاقا من المدرسه الفرنسيه البارزيه بالتحديد. مزبوط. يلي هي مدرستك. مزبوط. بس انا حاولت كثير ولهيك اللي بيجوا لعندي بيستغربوا انه ما حدا بيشبهني. وهيدا كثير كثير بشتغل عليه وبحاول كل السنه ضلني منتبهه. وقت شوف حدا عم يتجه صوبي بقول له معلي معلي، هات لنجرب هي، اما هات لنشوف هي. وحتى في مرات في تاثر من بين بعضهم، مش ضروري مني انا، لانه مثل ما عم اقول لك في ناس صار لهم سنين عندي. لهيك اذا بنشوف الصور القليل اللي مرقوا بس بدجا عنا فكره انه ما حدا بيشبه حدا. وهيدا شيء كثير مهم لانه نهار اللي بدي خليهم يصوروا صوره لإلي صوره لزهاء بكون انا فشلت. اللي بعتبره انه كل انسان حلو بشخصيته، حلو بتعبيره، وبيعنده هو يمكن شيء بيقدر يعبر منه احلى مني انا ما رح اقدر اعبر فيه. وان شاء الله ما نهار حدا بيطلع بيشبهني. بس انا اللي بشدد عليه انه يكون عنده كلهم اسس صح صحيحة بالرسم وبالبنتشور. هيدي نقطة الانطلاق. هيدي يعني نقطة الانطلاق، غير هيك كل واحد لحاله. طيب قديش بترجع بتساعديهم من بعد ما يوقفوا تعاطيهم المباشر مع المدرسة؟ يعني هني صحيح تلاميذ مرق فترة بهالمدرسة، بس من الطبيعي انه كل حدا منهم يفتش على خط لإله يحاول يعمل اسم لإله ضمن معارض فردية، ضمن مزبوط. رسومات، مشاركات بمعارض يلي عم نشوفها مثلا مثل معرض الجميزة يلي بينعمل كل صيفية يلي بياخد مساحة كتير كبيرة. مزبوط. عند الفنانين التشكيليين بتضلك تساعديهم برات المدرسة؟ أكيد. أنا هالسنة ما شاركت بدرج الفن، بس أخذت أنت مثل منيح لأنه عندي من إحدى تلاميذي اسمه روني عزار. كان حابب ربطنا، لازم تشجعه. فظيع. يعني أنا بعزمك تجي تشوف لأنه بيرسم بشكل مخيف، مخيف قد ما أنه حلو.
وعرض لحاله هالسنه بدرج الفن مع انه انا ما قدرت روح. هيدي الاساليب عفوا يعني ما بدي اقطع حديثك، بس هيدي الاساليب المختلفه اللي كنا عم نحكي عنها. هون يعني سوريا طعمي اللي هي هلا خلصت جامعتها الايو، مثلا هي بلشت معي وقت ما كان عمرها 17 سنه، هلا عمرها 27، بس عملت دراساتها بالجامعه، اخذت شهادتها هالسنه وبعدها مكمله معي، وبتشوف انه مزبوط هون هالاوضه كانت كلها محتويه لار مودرن، لار ابستري، الميكس ميديا، يعني كل شيء تريز اكتويل، مثل ما بتشوف مثلا مثل روني كنت عم اقول لك سي لو كلاسيسيزم بيور، يعني المدرسه الكلاسيكيه البحته على الاخر. دونك وقت تفوت بتشوف هالفاريتي العظيمة بين واحد والتاني، تنوع كتير كبير. بس هون يعني عادة كل فنان تشكيلي بيمرق بمرحلة بحياته بيتعلق بكورة معين أو بتيار فني معين. هون عم نشوف أنه في بعض الأشخاص عم يرسموا مختلف التيارات، يعني كأنه هالقد هن متنوعين إذا بدنا نكون إيجابيين معهم، ولكن إذا بدنا نكون سلبيين نقول إنه ليش ما في تركيز على تيار واحد، يعني ليش ما في استناد على مدرسة واحدة للتقدم والوصول إلى مدرسة أخرى؟ لح أقول لك ليه. أول شيء أنا كتير بلعب دور بهالموضوع، أنا ما بخليهم يركزوا على موضوع واحد وعلى تيار واحد. ليه؟ لأنه مثل كل الفنانين الكبار من 16 سيك 18 سيك كلهم كانوا ياخذوا كأساتذة كل الأساتذة، يعني يتعلموا من الكل للواحد يقدر يستخلص بالآخر ويكون عنده تجربته الخاصة. مزبوط. بس نحن مجبورين نفهم الاستوار دولار اللي كنت عم تحكي عنها قبل بشوي، تاريخ الآر هو بخلينا نتوصل لنعمل نحن شيء، يعني إذا عندنا نقص بالفهم تبع طول زار إن كان أبستري إمبرسيونيست وكلهم لسبد ما اخر شيء ممكن بيميلوا لشيء معين وبيضلوا عليه، هيدي نتيجه، بس احلى تكون نتيجه من ما تكون تشبث من الاول. خلينا يكونوا عارفين كل شيء وهن بعدين يتجهوا مطرح ما بدهم. زهى نصيف انا بدي اتشكرك، بدنا نحيي كمان كل التلاميذ يلي امبارح خلص المعرض. مزبوط. طبعا كان اخر نهار وندعمهم معنويا قد ما فيهم ليحضروا المعرض اللي جاي. لاميزون ديزارتيست تستقبل التلاميذ دائما، لمزيد معلومات فيهم يتصلوا فينا نحن بنعطيهم المعلومات. والمعرض بعده مكمل، يعني هلا رجع اليوم بلشنا الكرات صح، بس المعرض بعده كمل للي حابب يجي يتفرج. وين بأي منطقة؟ بالأشرفية بطلعت أوتيل ألكسون. شكرا لك زهى نصيف، ميرسي لك. أهلا وسهلا فيك بلو تي في. رح نتوقف نحن وياكم هلا مع التحقيقات الخاصة ببرنامجنا، افتتاح كلينيك نوتيلس بإدارة دكتور ناجي خوري، وهي كلينيك بتعتمد طريقة جديدة بلبنان لإزالة الشعر والعناية بالبشرة وتخفيض الوزن وغيرها من أمور تعنى بحياة الإنسان الجسدية. تابعوا معنا هالتحقيق ونرجع منتابع يوم جديد.